محمد، ماما ماما جيب لي نواظرين. السلام عليكم. سلام الله عليكم. السلام عليكم. السلام الله عليكم. صح، معليش، شكرا. السلام عليكم. سلام الله عليكم. نعم، السلام عليكم. سلام الله عليكم. اهلا اهلا بالجميع. محمد، موح، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم. العتب على النظر صرت لا أرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، كثرة البكاء، إياكم وكثرة البكاء. سلام الله عليكم. أهلا أهلا أختي لينا يوسف. أهلا أهلا حبيبتي. سأضبط نظاراتي كما قلت مرة للسيدة المفتشة، العتب على النظر. سلام الله عليكم. أهلا. الموضوع شكرا. الحساب مغلق، شت الكابتور، تأخرت في الرد، طولت عليكم باش نرد عليكم. والله العظيم ما حبيت نتسرع ونهضر بلا ما يكون عندي أدلة، معناتها حتى نتأكد. يا خوتي، وجعني قلبي من واحد المخلوقة. زميلتي سوسو بالقاسم، أهلا. عندي زميل، عندي راني مع زميلتي. كيش زميلتي؟ أهلا بدرة، أهلا حبيبتي. الموضوع مهم، نعم الموضوع جد مهم. غاضتني في قلبي الأخت اللي قالت توحشناك، جزاك الله خيرا، مشكورة ومجبورة إن شاء الله. والله ما قعدت مانيش لاتيا مع اللي بابا راه مريض. أصلا أنا دوكا مانيش في المنزل تاعي، هذا راني في الكوزينة تاع دارنا، راني في دارنا، ما رانيش أصلا في داري. سلام، أهلا ماريا. ماري شت الميساج. وعليكم السلام. إيماني بالله، صبروا برك أخواتي، ما تتقلقوش، يتليموا شوية الناس لأن الموضوع مهم. راح نطلب منكم الطلب، الله يحفظكم، بارطاجيو هذا اللايف. بابا مازالوا في المستشفى ومازال تحت الأجهزة، راه يتنفس بالأجهزة، مازال ربي سبحانه ما واش من منورة يا أختي. الحمد لله، أنتم اللي قلوبكم ملاح راكم تشوفوني منورة، الله يكون في العون. على بالي ماريا ماري، سأخبرك، عندي جديد، عندي جديد يا خوتي، من فضلكم جزاكم الله عني كل خير، بارطاجيو اللايف قد ما تقدروا. على جال هذاك الولد راني جبت الرسمي ديالو. ستوحدون الله، ستوحدون الله عز وجل. نعم ماريا ماري يا اختي حبيبتي، الله ينورك، شكرا ماريا ماري. شفت واش بعثتي لي حبيبتي؟ دوك انا نحكي لك على الولد هذا. انا علاش ما هضرتش عليه؟ ما كانش عندي، ما وصلتش لماليه، عندي قبل صلاة المغرب بعشر دقائق. سلام جنة الريحان، عاش من شافك يا أختي، توحشناك، عاش من شافك يا عمري. هذه جنة الريحان حبيبة قلبي، دعوا لها بنتها، دعوا لها بنتها إن شاء الله تنجح في البيام. دعواتكم، دعواتكم لبنتها تنجح في البيام. أهلا حبيبتي منيرة، أحبك حبيبتي. تليموا لي شوية برك، ما تتقلقوش، تليموا لي شوية، الله يحفظكم وجزاكم الله خيرا. بارطاجيو لي هذا اللايف قد ما تقدروا، قد ما تقدروا بارطاجيوه. مساء الخيرات دلال، دلال حنونتي، مساء الخيرات. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. راه 180، أنا طماعة، والفت واحد الوقت كان اللايف بالآلاف، معليش، حمدنا الله وشكرناه. الحمد لله. يوسف حبيب قلبي، يوسف خويا الغالي، خويا الغالي،
دعوا له ثاني، عندي حاجة في قلبي جهة خويا، دعوا له جزاكم الله خيرا. الله يفرحك يا خويا باللي راي في قلبك، الله ينجح هبة إن شاء الله في البيام يا رب، ويجعل بنات زميلتي سوسو بالقاسم في أعلى المراتب. عماهم الضوء، عفوا عفوا عفوا، ها أنا غطيته. شوف مساء الخيرات ليك وحشة، شكرا حبيبتي شكرا. هذو نظارة تاع يما سهام، توحشتك يا حبيبتي توحشتك، تليموا لي شوية والله الموضوع جد مهم. حاولوا برك حاولوا برك، أنا خافي ما تعود تزعف على كوزينتها، تعود تقول على بينتي لي كوزينتي. شكرا، كون أنا في داري عادي ما عنديش مشكل. أخواتي ماني حابة نبيتي لكم الضوء، ما هم الضوء صوروا كيفاش. سأحاول هكذا نورمال، درتهم في الضوء. الحمد لله ربي وقف لنا ولاد الخير. يا عمري أحبك شكرا، الله يعلي لك مراتب بناتك، الله يفرح أسيا بهبة إن شاء الله، الله يرزق خويا الدراري. نحكي ميشا راكي مزروبه يا اختي، اللايف لازم يتعمر يا عمري باش يتبارطاجا. كاين واحد الولد همل من دارهم، بقى واش حملك كلمات من معنى تاع همل، ومتفائله ومنوره حمدا كثيرا مباركا فيه. الولد هذا يا خوتي راهي الصوره تاعو دايره حاله، بعتولي في الخاص على جالو، اهلا اهلا ام اسيل، اهلا تحياتي لاسيل بوسيها لي. راني سميحه بك غطيت الضو، غطيته حبيبتي. وين نروح سي هكذا حاول نجيتي هكذا، اه نورمالمون هكا انا غطيت الضو. دوك نحكي لكم حبيبتي، دوك نحكي لكم، الطفل هذاك اللي في وهران هذاك من عين الدفله بالضبط، من حي يا ربي ثبتنا يا رحمن يا رب، المهم من عين الدفله بالضبط من واحد الحي. الطفل هذاك كان يبات في القهاوي، وكان كانت واحد العائله فاضله كريمه يرجعوه للدار، لدار ماليه في كل مره. عمو ديجا وحاط في المحكمه وحاط جوجمون، كان في كل مره يحوس على وليد خوه وحوسوا عليه عياهم عياهم، هذاك الولد صح صح تعبهم. المهم انا يا خوتي راح نصارحكم، راح نكون ورقه صفحه بيضاء، انا خفت والله غير خفت نقول لكم ماشي وليدي، هاني عظمت لكم الله. علاه؟ على خاطر نتوما راكم متعلقين بواحد الامل انا ما نحبش نكسره، من حبكم ما نقولش ليا لوليدي وقضيت وليدي وحابين تتهناو معايا. انت وين لقيت ناس يشدوا في قضيه تاع عمرها 12 سنه معاها ما ننساهاش اليوم الدين هذه، وساشهد الله على ذلك وساشهد لكم امام الله باللي ما خليتونيش 12 سنه، وهذه ماشي سهله. قعدتوا اوفياء لقضيه وليدي، معناتها واش صرا ولا اي طفل. ام ياسر شوفي، ام ياسر شوفي، ومن بعد لحقت لواحد المرحله كي نقول لهم انا نتبع احساسي، معناتها كي نخزر في الولد هو ماشي هو، هو ماشي هو كأم. انا وليدي لو كان يبان مولا 60 سنه يا خوتي نجبدونا عارفه، راه ضنايا ما ربيتش فيه نهار ولا زوج، ربيت فيه عامين واسبوع بايامها ولياليها، بلا ما نحسبو كبدة الأم، بلا ما نحسبو إحساس الأم. أنا وليدي كان يجيبوه لي شيخ في وسط الشيوخة نقول لكم ها هو ياسر، بصح والله ما نحبش من الأول نقول لكم ماشي هو. أول ما كنتش حين تتقبلوها مني، أول حاجة تقولوا لي وين راه الدليل وعلاش قلتي ماشي وليدك، نقول لكم إحساس كاين اللي أمني وكاين اللي لا. واش درت؟ وليت نحوس على الدليل. الطفل هذا انا طولت صح ما حبيتش نجاوب، علاه؟
مش على خاطر ما قيمتكمش كيما وحده كتبت لي في الكومونتير قالت هذه حالة اللي يتقيم، كيما نتقيمش انا شكون يتقيم؟ تتقيم التفاهه. يا ما ناس تعلموا الصبر ولا معليش وساور وحتيهم بيا ما تولهم ناس. قالك معليش خير من ام ياسر ما عندهاش قبر، الله غنتقبلها. يا ما ناس كملوا في حياتهم قالك شوف فلانه والله غنرح لها طفل وراهي تضحك وراهي وانا ربي اللي عالم. قالك خاطش قيمناها، علاه اختي انا ما نتقيمش؟ واش فيا حاجه ما تتقيمش؟ انتي اللي زعزعتي خاطري. واسمك ام واشن؟ ام اسيا. انا كي قالت لي هذيك الكلمه كان اوبليجي عليا نخبر الناس باللي الصبر وراني نحوس. والله يا انا ويوسف نكاع ما حبسنا وحنا نقلبوا على الولد هذا والاصل تاعو واشن. الحمد لله ربي سخرنا من عباده الصالحين. انا ما حبيتش نقول بلي ماشي وليدي على جالكم، على خاطر ما حش تتقبلوها مني. والله ما تتقبلوها. وشنو الدليل تاعك؟ شكون اللي قال لك؟ شكون منا؟ انا شغل باش نتوما تقنعوا وترتاحوا. انا كأم على بالي ماشي ضنايا، بصح باش نتوما ترتاحوا. ما حبيتش نهضر حتى لاي من الادله. الضغط قوي عليا مع اللي بابا راه في السبيطار، مع اللي والله العظيم الله يكثر خير الناس المؤمنين اللي نقصوا عليا التعب. والله ما كنت نرقدها، والله ندخل لداري على 3 تاع الصباح. زاد لي هاد السوجي قعدنا نسعاو 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 باش نلحقوا للولد. حتى لليوم حتى لليوم باش لحقنا للعائله تاع الولد. الولد ماشي مجهول النسب، الولد بماليه وماليه راهم كل مره منين يجيبوه. هاد المره لا ما درتش عليهم بشرة خير، بصح ما صبروش ما صبرتش قالت لك قيمناها. نتقيم انا اختي على ما نتقيمش؟ الحمد لله ما سمعتوا مني الا الطيب. معيت نكون محطمه باش ما نعطيكمش طاقه سلبيه نخرج نضحك، وانا والله ما قادره نضحك. هم زميلاتي معايا هم هنا في اللايف قله قليله وين نضعف ويقفوا معايا. والله غير يقفوا معايا الله يكثر خيرهم. ما نحبش نوصل الطاقة السلبية، دايما الشدة في ربي، دايما أي ابتلاء لحكمة أرادها الله دايما. بصح في نفس الوقت ما نطمعوش روحتينا بالفراغ، لازم لنا دليل. كي شفت باللي الناس ما صبرتش وشفت باللي ما قدروش يصبروا على الولد هذا، سخرنا ربي من عباده الصالحين، عاونوني ناس الحمد لله ولحقنا لمالين الولاد. الولد يرفض رفضا قاطعا انه يقعد مع ماليه، مع انه ما يخص والو معاهم. والولد واسمه مصطفى مباركي من عين الدفله، بماليه باباه بعائلته. الاخت اللي قتلها خليك منها، هذه خاطش تقيمت يا بنتي. والله ما حبيت نغيظكم ونقول لكم ماشي وليدي ديرك، حبيت نجيب الدليل على جالكم ماشي على جالي انا كأم. الله غير شتو عرفتو ماشي وليدي، والله غير شتو عرفتو بلي ماشي ياسر. على جالكم لا لا، قلت والله نسعى ونجيب الدليل باه هما يرتاحوا. هاني فاهمه واش معناتها ياسر ريبان، على بالي والله غير على بالي واش معناتها. انت وين لقيت الشعب يقعد مع امراه وليدها مخطوف 12 سنه؟ هذه وين صرات يا اخي؟ شتو عام عامين خلاص ماتت الحكايه. تستاهلوا نحوس، تستاهلوا نسعى، وسعوا معايا عباد على راسهم يوسف نكاع الله يكثر خيره، ولحقنا المالين الولد. الولد واسمه مصطفى مباركي، ونتمنى ان شاء الله. من هاني اتصلت بعمو قال لي رانا نحوسوا عليه ورانا حاطين جوجمون في المحكمه بلي الولد هذا رانا ما لقيناهش. الحمد لله جعلنا ربي سبه وراه في جسر قسنطينه راه هنايا. والله راني قوية يا أختي، شوية بابا خلعني والحمد لله. الله يسلمك ربي يجازيك. اسمها أم آسيا، نعم اسمها أم آسيا، نعم على بالي. لقت لي ماشي دوك نقول لك
نولفوش ما نقيموش التفاهة، بالعكس حنا كي نلقاو انسان ممكن يعطيني طاقة إيجابية، ممكن نجي نجهلها كيذكرني باللي الخير فيما اختار الله، ممكن نكون نحن نقنط من حاجة، صبروا روحتكم بيا، أنا قابلة معليه، يا ريت الله يجعلني سبة. بصح شوية نعرفوا واش نهضروا. انا والله يا اختي ماشي قضية ما ديتهاش فيكم، ولا حبيت نقنعكم، حبيت نريحكم، والحمد لله وسعينا وصلنا لمالين طفال، وعرفناه بلي من عين الدفله ماشي من وهران، من برج خالد. يا ربي والله غير يا نور الدين، الى هذا يوسف قال لي هي تان راهي تهضر من الزعاف. عم بالها ايه ممكن صح، هي حسبت لها ما قيمتهمش، وانا كنت حابه الدليل باش يرتاحوا، ما حبيتش نقول هكذاك ماشي وليدي وخلاص. يا عبد النور الى راك معايا خويا ذكرني بالمكان، عبد النور الى راك معايا خويا في اللايف ذكرني بالمكان اللي الطفل جاي منه. المهم برج خالد عفسه كي معاك من عين الدفله بماليه وعمو هذا، وكنت نحكي معاه. المهم كتر خيركم، جزاكم الله عني كل خير، بارطاجيوه الماكسيموم باش يعرفوا بلي الولد هذاك ماشي ياسر، لا راه بماليه وبكوارطو. والسلام عليكم، جزاكم الله خيرا. برج الامير خالد، شكرا. برج الامير خالد من عين الدفله، شكرا، يعطيك كل خير. نعم برج الامير خالد، شكرا لاغين، ما هوش ياسر، وسمحوا لي لا طولت باش نرجع لكم، والله غير باش نهضر مع مواليه. برك عاونوني في حاجه خياتي، خلاص اكو عرفتوا بلي الطفل هذاك اسمه مصطفى مباركي اللي تشوفوه عبد النور. يا عبد النور انت من عباد الله الصالحين، دعوت الله ان يسخر لي من عباده الصالحين، جيت نتايا، بوركت بوركت، يعطيكم من خير، يعطيكم الصحة، الله يفرحنا برجوع ياسر. منا الغدوة بزاف، قعدوا شادين الأمل كيما أنا، عندي إحساس وليدي بربي راح يرجع وراح نفرحو. 12 سنة ماشي سهلة كيما قالت بوريشي حنان، ماشي سهلة. دعوا لي الشفاء البابا، دعوا لي خويا ربي يفرحو إن شاء الله بالذرية الصالحة، ودعوا لي إن شاء الله نجتمعوا بياسر ونجيبو قدامي. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. تاني نحبك فاطمة الزهرة، شكرا جزيلا، السلام عليكم.